استمرارية الدولة العلوية الممتدة عبر قرون. وما مشاركة الشعب المغربي فرحة الأسرة الملكية بقدوم صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن إلا تأكيد آخر على متانة روابط العرش بالشعب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومنذ سنواته الأولى يتلقى بالمدرسة المولوية التعليم والتربية على تحمل المسؤولية وحب الوطن، كما يحرص على ذلك والده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك وفقا للنهج التربوي وتقاليد الأسرة الملكية. والحرص الملكي على مصاحبة صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن في العديد من التظاهرات الوطنية والمناسبات الدينية هو أيضا ضمن أسس التربية التي ينهجها ملوك الدولة العلوية، نهج يرمي إلى إشراك ولي العهد في أبرز المحطات التي يعرفها المغرب. وعبر أنشطة سموه ذات الطابع الثقافي الاجتماعي والفني الرياضي، يسجل صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن حضوره المتميز واهتماماته المتعددة في إطار انفتاح سموه على خصوصية بلده المغرب في شتى المجالات. يحتفل